السلام عليكم. دي دايره النهارده جايبينها لكم، نشغل جهاز او عده اجهزه عن طريق ريموت عادي يطلع اشعه انفرا، زي ريموت التلفزيون مثلا، ريموت الريسيفر، ريموت التكييف، ايا كان. المهم هو بيطلع اشعه انفرا. ديت رسم كروبي للدايره على السريع كده، بعد كده بقى اشرحها لكم مخطط اوضح من كده شويه. ماشي. دلوقتي احنا عملنا دايرة، ده مستقبل الاشعة بتاعت الحمراء، ده يستقبل الاشارة، بعد كده يمر على المقاومة ديت الترانزستور يطلع لي ايه، يحول لي مجموعة النبضات. دول الترانزستور ده يحول لي مجموعة النبضات اللي بيستقبلها مستقبل الاشعة بتاعت الحمراء لنبضة واحدة هاي تروح على الاي سي كاونتر 400 4017، يوم ايه يطلع لي خارج بتتابع على ايه مجموعه الادات ديت، كذلك على الريلي ده. طبعا الريلي ده محتاج ترانزستور يطلع لي الكرنت اللي يحتاجه عشان يرقط، انا قيسته كان حوالي 50 ملي امبير، فجبت ترانزستور 2N 4 2 ده بيطلع كوليكتور كارنت كويس معقول، يعني شغال لي حتى موتور لحد 150 ملي امبير كويس شغال معايا. جرب الدايرة، انا هضغط خد ان هو ينور لي طلع الخارج او طلع الخارج على الريلي دلوقتي، ده الريلي لقط فعلا وايه، ونعمل للداية كبيان يعني ان هو ديفايس اشتغل ولا لا. طلع لي خارج على الريلي ده، ممكن يبقى عدة ريليهات برضه، يعني ممكن يبقى الريليهات اللي انا شايلها عاملها قدامكم ديت تبقى على كذا ريلي، يعني لو ضغطت دلوقتي ضغطه ثانيه فصل الريلي وشغل الخارج على الريلي الثانيه. طبعا انا مش جايب كذا ريلي، لكن ممكن اجيب كذا ريلي واشغل كذا اجهزه، افصل واحد واشغل واحد، افصل واحد واشغل واحد بايه؟ بالريموت ده. اضغط ثاني اهو، طبعا عمل ايه؟ نقل على الايه؟ على الخارج اللي بعده. انا عامل طبعا ثلاث خارجات، لكن الاي تي نفسه ممكن يطلع لحد ايه؟ سبع اجهزه، دي شكل الاي تي. عندي البي دي دي رقم بيننا رقم 16، دي بتخش على بتشيلها 5 فولت لحد ممكن لحد 20 فولت. بيننا رقم 15 ده الريسيت ان هو يصفر يبدا يعد من جديد. رقم 14 دي الكلوك اللي هي النبضه اللي جايه له من الترانزستور من زيرو لهاي، يعني بيعد من تغيير الحاله من صفر لواحد. والكلوك انبوت اللي هي رقم 13، الكلوك انيبل سوري، الكلوك انيبل ان هو بياكتف الكاونتر او ما ياكتفتهوش. فاحنا بينا رقم 13 ديت احنا موصلينها بالايه؟ بالارضي عشان ياكتف الاي سي ان هو يعد اصلا. دي بالنسبه للكونفجريشن بتاعت الاي سي. وطبعا البن رقم 6 توصل بالارضي، والخارج بقى من اول صفر لحد 7. وده مستقبل اشعه تحت الحمراء، اول رجل في اوتبوت، وده الجراوند اللي بيوصل بالجراوند، وده الفي سي سي اللي بيوصل ايه بالموجه 5 فولت. كده فصل كل الايه؟ الاجهزه. وانا ممكن اضغط تاني دلوقتي بس مش هيعمل حاجه لانه لسه ما زال بيعد لحد ما يكمل الايه؟ سبع عدات او الست عدات. كده اضغط تاني مره ثانيه. ثالثه. صفر رجع ايه؟ اشتغل من جديد وطلع لي الخارج كمان على